وللمؤتمر يا اخوان دعوه مستجابه امانه الله عليك خذها يا ابني، والله ما بدي منك شيء، انا بدي ولك بالمثل، لكن ان نشرت هذا المقطع روح الله يجعلك من المعتمرين وحجاج بيت الله بال 2024، الله يجعلك من المعتمرين والحجاج لبيت الله الحرام لكل من نشر هذا الدعاء وشير وتفاعل عليه. روح الله يوفقكم الجميع، الله يرزقكم، الله يكرمكم، الله يعطيكم، الله يغفر لكم، الله يكفيكم شر الليلات، الله يبعد عنكم اولاد الحرام وبنات الحرام، الله يجعل لكم من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج. كل من نشر هذا الدعاء وكل من شير وكل من تفاعل عليه. اليوم الاحد يا اخوان 7/1/2024 ان شاء الله راح نعتمر اليوم ان شاء الله بالثلث الاخير من الليل اللي هو صباح يوم الاثنين تعرض فيه اعمالنا امام الله، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرحمنا ويغفر لنا ويعفو عنا وكفينا شر الليدان. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان تجعل هذا الدعاء في صحيفه اعمال يا الله وصحيفه اعمال كل من نشره كل من شير وكل من تفاعل عليه. انت نفسك تروح عمره، انت نفسك الله يرزقك، انت نفسك الله يقضي دينك، انت نفسك الله يشافي مرضك، انت نفسك الله يبطل عنك السحر والعين والحسد، انت نفسك الله يكفيك شر الليدان. اسالك بالله ومحمد رسول الله انك تذكر الناس بالدعاء، لانه ربنا اللي خلقنا قال ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وربنا اللي خلقنا يا اخوان تخيل ربنا جل جلاله في علاه قال ادعوني استجب لكم، وربنا جل جلاله اللي خلقنا قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب. الله قريب يا اخوان، الله اقرب من حبل الوريد. ليش قريب الله؟ قال الله عن نفسه اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، ودعوه الغريب للغريب مستجابه، ودعوه المعتمر مستجابه للمعتمر دعوه مستجابه. انا ما ادخرتها لنفسي، انا اعطيتها لكم الجميع وانا الي بالمثل. الله يكرمكم، الله يعطيكم، الله يحقق امنياتكم، الله يكفيكم شر الليلات، الله يبعد عنكم اولاد الحرام وبنات الحرام. تارك الصلاه الله يهديك ويصلح حالك، تارك الصلاه الله يهديك ويصلح حالك، تارك الصلاة الله يهديك ويصلح حالك، عاق الوالدين الله يهديك ويصلح حالك، قاطع الأرحام الله يهديك ويصلح حالك، قاطع الأرحام الله يهديك ويصلح حالك، الله يهديك يا شارب الخمر، قاسية عارية متبرجة الله يهديك ويصلح حالك، شارب الخمر الله يهديك ويصلح حالك، شو مالك؟ عيد حساباتك. الله عز وجل قال ولا يصيبكم الا ما اقترفت ايديكم. عيد حساباتك وتوب وعود الى الله. الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر الذنوب جميعا، ان نعود الى الله، توبوا الى الله، عودوا الى الله. الله يقول وما انا معذبهم وهم يستغفرون. كيف بدي اعذبه ومستغفرني؟ والله خاطب سيدنا نوح في سوره نوح. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا ولقد خلقكم اطوارا. تركنا المال، تركنا البنون، تركنا كل ما نملك وتجردنا ولبسنا الكفن، تجردنا من كل اللباس، تجردنا ولبسنا الكفن ونذهب إلى بيت الله الحرام كما قال حبيبي العمرة إلى العمرة كفارة إلى ما بينهم، وكما قال حبيبي الذي يريد الرزق وبركة بالرزق وكثر بالرزق يعتمر ويزور بيت الله لأنه ما بين العمرة والعمرة كفارة إلى ما بينهم. تخيل أنت لما تكون مطلوب من ربنا إلى بيته، أنت إجا اسمك من العرش وانت رحت على بيت الله ضيف الى الله جل جلاله، شو شعورك؟ اقسم بالله الذي لا اله الا هو واقسم بالذي شق البحر لسيدنا موسى، الشعور اللي انا شاعر فيه والسعاده اللي انا فيها بحياتي ما بشعر فيها الا لما المس البحر. نقول بسم الله ونصلي على الحبيب، نقول بسم الله ونصلي على الحبيب ونفتتح الدعاء بالصلاه على الحبيب كما افتتحناه، ونختتم الدعاء بالصلاه على الحبيب. ونحكي لكم انه هون في كان الملحمه العظيمه في معركة أحد، هون توفوا الصحابة، هون توفوا الصحابة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام
على أعلى جبل أحد. هذا الجبل يحبنا ونحبه كما قال الحبيب، يحبنا ونحبه، وهذا جبل الرماة، وهذا جبل الرماة، وهذا هو الجبل الذي أحبه كل البشر وسيحبه حتى قيام الساعة كل البشر.